جميع انحاء الجمهوريه دايما متميزين هم الفن والدراما. مساء الخير على كل مشاهدينا في قناه تن ومتابعي برنامج توب ترندنج، اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات الموسم الثاني. كنا معاكم الموسم اللي فات على مدار حلقات كتيره ومختلفه، حلقات قدمنا فيها الاختلاف والاستثناء. توب ترندنج، قول من قلبك. تركيزنا كله دايما على الحصر، وطبعا بشكر كل القائمين على البرنامج وعلى المجهود الكبير. اول برنامج عندك في بيتك توب ترندنج، مش احنا اللي بنتكلم، الكاميرات هي اللي بتتكلم. وزي ما عودناكم من الموسم اللي فات هنقدم لكم نجوم وابطال التوب ترندنج في كل حاجه، في الفن، في السوشيال ميديا، نجوم المجتمع جوه مصر وبره مصر، في جميع انحاء الجمهوريه دايما متميزين هم الفن والدراما وعارف عالمي. وجبه جديده مليانه تفاصيل ومعلومات هتقدروا تستفيدوا منها وتتفاعلوا معانا فيها. جمهورنا اصل الحكايه، انتم توب ترندنج. الف مليون مبروك ضيعنا. مجموعه مهمه من الاخبار والحواديت اللي كانت ترند على كل منصات السوشيال ميديا. الدنيا ايه غير حبه حاجات احلى ما فيها جو البنات. محمد رمضان اللي بقى بدون منافس نجم السوشيال ميديا ما بين مؤيدين ومعارضين. فجاه محمد قرر يعمل فوتو سيشن مع ملكه جمال الهند. تفتكروا ده من فراغ؟ اكيد محمد بيكون في دماغه حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. الصوره اللي نزلها رمضان مع ملكه جمال الهند حققت انتشار كبير جدا، وطبعا الجمهور في مصر ما توصاش ودخل لمحمد على صفحته وقعد يساله عن السبب اللي خلاه يعمل الفوتو سيشن ده. حتى ان الجمهور اتقسم لفرقتين، فرقه شافت ان الصور دي جريئه حبتين، وفريق تاني شاف انها مجرد دعايه لعمل فني جديد. وده اللي هيخلينا نستنى نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع ده خلال اليومين اللي جايين. من ناحيه تانية، محمد رمضان بيجهز لمسلسله الجديد لرمضان 22 مع النجمة دينا الشربيني، وأول تعاون مع المخرج محمد ياسين. رمضان متفائل بالتجربة، بيقول لأول مرة أحس إني مع مخرج أمين. حد الله بيني وبين أي حاجة حرام. الله يزيدك من نوره كمان وكمان يا شيخ. باريس هيلتون إن لاف، دي جملة تمنها 75 مليون دولار. ايوه 75 مليون دولار. باريس هيلتون نجمة التلفزيون الواقع واكيد المليارديرة الشهيرة، وقعت في الحب وقررت الجواز، واكيد مش هيكون اي جواز. تم زفاف النجمة الامريكية باريس هيلتون على صديقها رجل الاعمال كارتر يوم، والفرح اتعمل في بيت جدها في ولاية كاليفورنيا. حفلة الزفاف اتصمم لها مخصوص حلبة رأس مصنوعة بتصميمات معينة من الخشب، وتنفذ تصميمها بره امريكا. باريس كمان اشتريت 4 فساتين علشان تحضر بيهم حفلة جوازها، وسعرهم وصل 600 ألف دولار. ده غير خاتم الجواز واللي تقدم لها كهدية من زوجها، وتمنه وصل كمان لمليون دولار تقريبا. تجهيز منزل الزوجية زي العفش والانتيكات وجهاز العروسة زي ما بنقول عندنا كده في مصر اتكلف ملايين. المهم بقى في الموضوع ان باريس هيلتون كانت بتشارك جمهورها على السوشيال ميديا كواليس الفرح لحظة بلحظة، وده يمكن اللي خلى فيديوهاتها تكون الاعلى مشاهدة على مستوى العالم كله. عدد مشاهدات البث المباشر لكواليس الفرح وصلت ملايين. عبايتي اللي من حقي ضل فيه واخد اغراضي ولمن عمهلي اذا بدي فل هيدا بيتي ما عندي غيره. انا اصعب شيء ان الحب يتقلب لكره وعداوه، واكيد كل اتنين مرتبطين بيكون بينهم حاجه خاصه لما بتنكسر ما ينفعش ترجع تاني، وده اللي حصل مع النجم مصطفى فهمي وزوجته الاعلاميه اللبنانيه فاتن موسى اللي اتصدروا محركات البحث على كل منصات السوشيال ميديا خلال الاسبوع اللي فات كله. اتهامات رايحه وجايه ما بينهم، ايه الحكايه بالظبط؟ مصطفى فهمي قرر ما بين لحظه والتانيه يطلق الاعلاميه اللبنانيه فاتن موسى غيابي. طب ايه السبب اللي خلاه يعمل كده؟ محدش عارف للاسف. وطبعا فاتن ما سكتتش، كتبت بوست على صفحتها الشخصيه على انستجرام قالت انها عرفت خبر طلاقها الغيابي عن طريق المحاميه الشخصيه للفنان مصطفى فهمي. الغريب التزام مصطفى فهمي بالصمت لحد ما شفنا كلنا الفيديو اللي قامت زوجته بتصويره في شقتها واللي اكدت فيه ان تم الاستيلاء على كل مقتنياتها الشخصيه، وقالت له بالحرف هفرج كل الدنيا على حقيقتك. هيدا لفرج كل العالم، كل الجمهور وكل الصحافي والاعلام، هيدا هو النجم مصطفى فهمي ابن الاصول. جيت على بيتي ما لقيت شي بغراضي، هاي خزاناته مليانة غراضه، هيدي غراضي أنا مفضيلي كل شي. هيدا البرايفت ووردروب تبعي، هيدي البرايفت كلوزز تبعي، مثل ما شايفين على الأرض
ما في شيء، ما في شيء. جيت ما لقيت غرض بالبيت، حتى شوز ما لقيت، حتى سليبر ما لقيت. شوفوا غراضه، كل غراضه موجودة ومرتبة وأنا كل غراضي فاضية. حتى الجزامة، حتى تبعيت الشوزات، شوفوا أنا غراضي كيف فاضيين وشوفوا غراضه. وبعد التصريح ده نشر المحامي الخاص للفنان مصطفى فهمي بيان خاص على مواقع السوشيال ميديا يؤكد فيه ان الاعلاميه فاتن موسى قامت بتأجير بلطجيه واعتدت على شقه العائله الخاصه بمصطفى فهمي. وبين اتهامات فاتن موسى وصمت واعتراض مصطفى فهمي بتفضل الحقيقه تايهه. ايه اللي يخلي قصه حب وزواج كانت ناجحه بشهاده كل اللي حواليهم تنتهي النهايه دي؟ جدير بالذكر ان فاتن موسى مش هي الزوجه الاولى للفنان مصطفى فهمي، واللي كانت معظم جوازاته بتنتهي بمشاكل، خاصه مع زوجته النجمه رانيا فريد شوقي. انتي مش بعتي قلتي انتي عايزه حقك؟ انا بقى عايزه اعرف اذا كان ليكي حاجه هنا شوقي عليها، وانا هخلي الاستاذ شوقي يكتبها لك وحمضي لك عليها. حسن شاكوش وحكايات ما بتنتهيش. كلنا اكيد تابعنا الفتره اللي فاتت ازمه مغني المهرجانات حسن شاكوش مع نقابه المهن الموسيقيه بعد ما اعلن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن وقف حسن عن الغنى وسحب التراخيص منه بشكل نهائي وبدون اي رجعه، وده بعد خلاف كبير حصل بين حسن والمطرب الشعبي رضا البحراوي في حفله كانوا مشتركين فيها سوا مع بعض. وانتوا عارفين دلوقتي الجمهور في الشارع او في اي حته ما بيتوصاش كاميرا الموبايل مفتوحه 24 ساعه. المهم ان الفنان هاني شاكر بعد ما سمع الكلمتين اللي قالهم عم حسن لرضا البحراوي وفرقته قرر بوقفه بشكل نهائي. ناس كتير حاولت تتدخل، فنانين ومطربين مشهورين، علشان تحل الأزمة اللي حصلت مع شاكوش، لكن الأستاذ هاني ركب دماغه لا يعني لا، وقال نصا بناقص حسن شاكوش ضيعنا. ويمكن ده الدافع اللي خلى صديقه عمر كمال ينتهز وجوده وإقامته في المملكة العربية السعودية علشان يدعيله. عمر كان عنده حفلة في السعودية، خلصها وراح عمل عمره، ربنا يتقبل منه. قرر يطلع لايف وهو بيدعي لحسن بان ربنا يفرجها عليه وتتحل ازمته الاخيره. ومش خبي عليكم، هنقول لكم الحقيقه اللي موجوده على صفحات السوشيال ميديا بعد ما عمر قعد يدعي لحسن في الفيديو. والحقيقه اني شايف تعاطف كبير من ناحيه الجمهور في ازمه حسن مع النقابه. شاكوش يا حبيبي، يا شاكوش ربنا يفكها عليك يا حبيبي، يا رب ربنا يفكها عليك يا حبيبي وترجع وترجع تاني يا حبيبي، وربنا يرزقك برزق اخواتك عاطف وروبي وبرزق امك يا حبيبي اللي بتحبك يا رب وتنول دعوتها. عايزين نروح بقى، انت انا عارف ان اياد عمره ما اتكلم قبل كده عن ست الوالده، عايزك تكلمنا عنها. هي عمر ده كائن بسيط جدا، يعني منتهى البساطه. التوب ترندنج ما بيكونش بس ترند في الخبر، بيكون كمان في النجوم اللي بينورونا. على فكره نجومنا بيكونوا نجوم في كل المجالات، فن ورياضه وموضه وحاجات تانيه كتير. نجمنا النهارده هو ترند من نوع خاص، اعماله هي عنوان شخصيته. بلدي اول حركه دي اشوفها. خايب. وابويا خايب هو كمان. اللي عاوزاه الحكومه انا ما اقدرش اعمله. لسه بدك ترمينا في البحر يا جمال؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ من انت بيتقفل عليك باب يا توح؟ رغم ان ادواره صعبه الا انك بتصدقه مجرد ظهوره على الشاشه، ما بيهتمش غير ببيته واسرته وشغله وتفاصيل ادواره، رغم انك ممكن تشوف ولد شقي او مجرم او حتى اسرائيلي، لكن ده مجرد تقمص وحب للشخصيه اللي بيقدمها. معانا النهارده الانسان النجم اياد نصار. توب تريندينج اياد نصار. مساء الفل يا اياد. مساء الفل. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك، انت اللي اجمل حبيبي. قبل ما نبدا بقى عايزين نشوف هتشرب ايه. انا هشرب مشروبي الرسمي اسبريسو. اسبريسو طيب، وانا اشرب قهوه. اياد هيشرب اسبريسو وانا قهوه دبل وانا مظبوط بعد اذنك. اياد
احنا طبعا اولا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده. انا اللي سعيد انا بجد. قالنا كتير ما اتقابلناش احنا من ايام ما كنا في الاردن تقريبا من 2017. أيوة. 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 كانت اخر مره اتقابلنا وبعد كده بقى دخلنا في الكورونا وقعدنا في البيت. حبيبي يا حبيبي يعني. بص يا حبيبي احنا هنبدا الاول كده احنا قعده صحاب وانت أكيد. حبيبي انت عارف بس احنا عايزين كده نقول للناس نتكلم عن حياه اياد. اوكي قول لي بتبدا يومك ازاي؟ يومك الطبيعي جدا تبدا الصبح بتعمل ايه؟ احكي لنا كده للناس ما تعرفوش عن ايه. انا يعني كل مرحله ليها بدايات بس انا هقول لك انا ما بعملش ايه الصبح. اوكي اوكي انا ببعد عن اي نقاش اي تليفونات اي سوشيال ميديا اي اخبار. ده الصبح لازم ده اول ساعتين من يومي لازم انا ما اقربش على الحاجات دي. لا ممكن اناقش موضوع ولا ممكن استقبل تليفون ولا ممكن افتح اخبار ولا سوشيال ميديا. ده اول ما بتصحى ما بتبصش في الحاجات دي. ده قرار. مده قد ايه بقى؟ ممكن ابص في السقف المهم ان الكلام ده بياخد وقت ولا ساعه؟ ساعتين اللي هم بتوع القهوه بتوع الصبح كده قبل ما تفوق. ممكن ميوزك يعني ممكن فيروز عشان فترة الدراسة واحنا في الجامعة كده كان الصبح فيروز معانا مع القهوة كده. فممكن فيروز ممكن اي ميوزك ممكن هدوء. في حاجة تانية وقت ما بكون مثلا بحضر شغل بستثمر لما ما كنش بصور يعني لسه بحضر شغل بستثمر انه انا اشوف افلام او مسلسلات عالمية وكله في ليها علاقة بالجنرا اللي انا داخل عليها. اوكي يعني لو بعمل الجنرا مثلا اكشن انا افضل اشوف كل الحاجات الاكشن رومانس كده. فدي فترة الصبح ممكن اكون بشغل فيلم وبتفرج عليه الفيلم. بس بتخشش في نقاش مع حد الصبح؟ لا 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 انت عصبي ايه؟ لا مش عارف مش فكرة اللي هو قافل يعني ده. لا 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 عادي بالعكس عشان انا يعني ما احبش اني البني ادم لما يصحى انا ببقى اول ما اصحى لسه بكون بعمل لودينج يعني عارف انا مين وبعمل ايه في الحياه ومين دول اللي حواليا لغايه ما استوعب كل حاجه. فده بياخد وقت منك يعني انا لو عندي اوردر مثلا تصوير الصبح مثلا ليتس سي مثلا من 6 الصبح لازم اكون موجود انا لازم اصحى قبلها بساعتين يعني حتى قبلها بساعتين انكلود لا غير وقت المشوار نفسه يعني لو كان ساعه فانا بصحى قبل الميعاد بثلاث ساعات عشان تبتدي عشان في ساعتين دول بتوعي بتوعك تستوعب فيهم ما بعرفش اقوم وكده وشاور وكده والبس واجري لا بس عايز اقول لك هو انت برضو عشان تبقى بتاخد طبيعتك الطبيعيه فانت بتاخد الساعتين دول قبل ما تفوق وتبتدي يومك صح كده. انا بنصح بجد انه اول ساعه او اول ساعتين في يومك ابعد عن كل حاجه هتفرق معاك اليوم انه فعلا بتخش يومك بطاقه ايجابيه ولو كنت بتلعب رياضه ده بيكون طبعا احسن طبعا كتير. بس يمكن ما فيش الرفاهيه دايما عندنا فكره طبيعه الشغل والجهد. طيب قول لي اياد انت عايش في مصر صح؟ عايش في مصر مقيم في مصر بقالك كام سنه تقريبا؟ بقالي ده الارقام شاطر الارقام صح؟ قول لي يعني من 2006 من 2006 ما شاء الله بالظبط استقر ده حلو بس على فكره في ناس كده ما تعرفش الموضوع ده يعني الناس متخيله ان انت يعني بتيجي عشان الشغل في مصر وترجع تاني الاردن وترجع يعني في ناس كده ما عندهاش المعلومه دي. لا انا مقيم انا مراتي مصريه وعايشين هنا يعني فاهلي وعيلتي وكل حواليا ما شاء الله يعني انت مصري 100% لا الحمد لله اردني مصري عشان بالاردنيين ما يزعلوش مننا. لا لا طبعا على فكره الاردن ما انت شفتها يعني طبيعتنا احنا قريبه جدا احنا تقريبا انا لما رحت ما حسيتش انا حسيت ان انا في مصر يعني تقريبا نفس والجاليه المصريه كبيره كمان في الاردن ده حقيقي. طيب عايزين نتكلم بقى عندك ادم ايثار ونوح. نوح ما شاء الله ربنا يخليهم ربنا يخليهم. عايزين نتكلم عن مين اللي انت متخيل ان في المستقبل هيكون سرك معاه. سري معاه في واحد من الولاد قريب منك قوي. ما هو كل واحد قريب بطريقه يعني كل واحد قريب بطريقه يعني ايثار البنت الوحيده فهي دي عارف الدلوعه يعني بالنسبه لي. فطبعا يعني اقرب حاجه ليا بس برضو ايثار عندها طريقتها يعني عندها دماغها و17 سنه لسه ده كمان يعني ما شاء الله التعامل برضو صعب يعني احنا بنتعلم على فكره يعني احنا مش ما عندناش جهاز كده عارفين نعمل ايه انت بتتعلم معاهم هم بيتعلموا معاك. يمكن بتخيل ادم يكون اقرب
ونوح ده صغير. بس انا من الناس اللي مؤمن بفكره، يعني بختلف مع صحابي بفكره انه يقول لك ابنك خليه صاحبك. لا لا لا، انا مش مؤمن بالفكره دي، لانه مهما وصلت لمرحله الصداقه مع ابنك مش هتكون زي صحابه بالظبط. فخلي الحقيقه موجوده انه في اب وفي ابن، انما العلاقه البساطه في التعامل، فكره انه يكون صريح معاك، هي دي الحاجه اللي تبنيها مع ابنك. انما فكره الصداقه بالمفهوم اللي هو الصداقه الحقيقيه، ما اعتقدش انه في اب عارف يوصل لمنطقه الصداقه دي مع ابنه. يعني انت ما بتحاولش مثلا تقعد مع ادم تشوف ادم عملت ايه النهارده، ايه المشكله اللي قابلتك، قول لي الحقيقه، ما تضحكش عليا، احنا اصحاب، ما بتعملش كده مع ادم؟ لا انا بعمل، بس انا ما بحققش معاه بفكره انه قول الحقيقه وقول لي. لا انا من الاول زارع مع في الاولاد انه اي مشكله في الحياه هتحصل معاك انا اول حد واقف جنبك، يعني مش هقعد اعاتبك ولا حد الومك، فانت اي مشكله هتحصل تعالى قول لي ونحلها مع بعض وبعدين نتكلم، فانا اول حد جنبك، فما تلجاش لحد قبليه، يعني لانه لو لجأت ممكن بدل ما يبقى عندك مشكله هيبقوا مشكلتين، فعلى الاقل لما تيجي تقول لي هتفضل مشكله واحده ونحلها مع بعض. ما شاء الله، ربنا يخليك. طيب عايزين نروح بقى، انت انا عارف ان اياد عمره ما اتكلم قبل كده عن ست الوالده، عايزك تكلمنا عنها. هي ماما ده كائن بسيط جدا، يعني منتهى البساطه، يعني واعتقد انه هي اكتر انسان مين كائن بقى البسيط احكينا عنها، احكينا عنها يعني حاجه بمنتهى البساطه، يعني تحس انه الحياه كده بسيطه جدا وكتله مشاعر، يعني ممكن وانا بكلمها على التليفون مثلا تعيط فجاه من غير سبب، انه بس انا وحشها عشان مش شايفاك. مش بس يعني لو افتكرت اي حاجه كده، فدايما انا يعني بحس انه كمان استحملتني. طبعا يعني استحملت حاجات كتيره مني، يعني كانت مستحملاني انا. انا حسيت انت اتاثرت، لي انت عينك حاسس انها بتدمع ليه؟ عشان هي وحشاني الفتره دي فعلا. انا نفسي يقول انا فتره الكورونا كده ما قدرناش نتحرك. بقالك قد ايه ما شفتهاش يا اياد؟ لا بقالي سنه. سنه وشويه، حتى اخر مره نزلت الاردن كان كنت يعني اتشرفت انهم دعوني انه اقدم حفل عيد الاستقلال، وكانت الحفله يعني مقصوره على العائله الهاشميه. كنت قدام جلاله الملك وجلاله الملكه، فخطفت وقت ساعات اشوفهم فيها، وهم مستوعبين يعني طبعًا مستوعبين طبيعه شغلي وكده. اذا كان اللي عايشين معاك في البيت هنا بيشوفوك في وقت معين. هم كائن بمنتهى البساطه، عارف الحب العطاء كان في حاجه عندي مشكله معاها، انه هي كانت ما فيش حاجه اسمها انه الام اللي تخبي على ابويا وما تقولوش، ما عملتش كده. كان عندي وانا صغير موقف من ده، انه انت ليه ما بتطبطبيش كده وزي ما، لكن الحقيقه ده اللي فادني، يعني يمكن لو كانت بتطبطب كده يمكن كنت اتضر في حياتي. انما هي كانت تطمني بس لازم ابويا يكون عارف. بس احنا اتخدعنا في الموضوع ده على فكره، لان احنا كنا كلنا متخيلين ان امهاتنا دايما ما بيقولوش لابهاتنا، ما بيقولوش، بس هم الطبيعي كانوا بيقولوا لهم ويقولوا ما تقولش ان احنا قلت لك. وانا مع ده وعلى فكره شيماء كمان حاليا بتتعامل بنفس الاسلوب، بتقول لادم او نوح لا مش هقول لبابا، بس انا بكون عارف. هو بضطر اعمل نفسي مش عارف على اساس انه يفضل ده، اللي هم عاملين حساب انه انا لو عرفت الموضوع يعني هيبقى في عقاب او يبقى في كلام تاني. طبعا. طب ايه العقاب؟ انت بتعاقب ازاي؟ معظم الاوقات بعاقب بالمنع، يعني بحرم من حاجه معينه. الحاجه اللي بيحبها بتمنعه منها. ليتلي عرفت انه ده غلط، حتى يعني ده غلط فعلا. يعني في دراسات بتقول لا، يعني العقاب مش يعني انك تحرمه من حاجه هو بيحبها، ده مش عقاب. فلازم تبحث انه ازاي تحل المشكله، يعني ايه السبب اللي خلاه يعمل ده، وتناقش بس اوقات ضغط الحياه بيخليك انت تلجا للحلول السريعه، اللي هو طب ما فيش بلاي ستيشن، طب ما فيش خروج. ما هو حياتك مش لايك البلاي ستيشن والتكنولوجي وبكون الموضوع. انا العقاب عاده مش على سلوك يعني معين، بالعكس يعني المره الوحيده اللي عاقبت ادم بجد فيها كان لسبب ان هو كان صغير وتعامل مع بنت بطريقه مش صحيحه، كان اجريسيف معاها، وقلت له ما ينفعش تعامل بنت بطريقه كده، فانا يهمني انه يكون عنده طريقه في التعامل مع البنت، يكون جنتلمان، وده اللي بحاول ازرعه في ادم وفي نوح اكتر، انه تو بي جنتلمان، لازم انك لما تتعامل مع بنت تكون
تكون راجل بجد. ما ينفعش تجرح بنت، ما ينفعش تكلمها بشكل واحد، ما ينفعش تتعامل معاها انها ولد. وفكره زرع الموضوع ده في الاولاد، فكره ان احترام هينعكس على احترام الاخت وعلى احترام المرأة. طبعا طبعا طبعا. نروح للفن، يلا نروح بقى لملحمه موسى. اوكي، كلمنا عن موسى ودورك، وانت قابلت التجربه ازاي. وطبعا الفيلم انت عارف ان هو طبعا كان عليه يعني كلام كتير جدا بسبب التطور الكبير في التكنولوجي والجرافيكس واللي كانت موجوده في الفيلم، وطبعا مع المخرج بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز. كلمنا كده عن دورك وعن خوفك وانت داخل التجربه. بيتر ميمي كنا ابتدينا علاقتنا من كازابلانكا، من فيلم كازابلانكا. ولما اتقابلت انا وبيتر في كازابلانكا انا ما كنت خايف من المشروع ونوعه، فكنت قلت انا فرصه بس اتعرف على بيتر، لانه عنده تجارب يعني كان لسه الاب الروحي وكلبش وكده، فعنده تجارب مميزه، فخليني اتعرف على الاقل، ما يكونش الاعتذار على التليفون يعني. فقابل بيتر. لما قعدت ولقيت عنده التصور الكامل عن النص، ولقيته بيتكلم في منطقه بره النص دي تماما، فهو شايف حاجه تانية، حسيت انه لا انا حابب اخد التجربه مع بيتر. ومن هنا ابتدت علاقتنا، وابتديت بشوف بيتر مع حفظ الالقاب يعني، بيتر ازاي هو مخرج بيقفز قفزات، مش بيتطور، هو قادر على قفزات، طموح جدا. وبالنسبه لي بقى يعني ايدل يعني، بقيت انا هارد وركر ما شاء الله عليه، وبيسعى دايما يدور على حاجه جديده. بس انت ما خفتش من التجربه يعني؟ قلت ممكن تفشل، ممكن ما تنجحش على الفكر العربي او لاول مره. الهيستوري ده اللي بينه وبين بيتر خلاني ما خفش من التجربه. يعني لو كانت اول مره وبيتر بيعرض عليا، يعني في مشروع من غير ذكر اسماء اتعرض عليا في نوع من انواع الجرافيكس، اوكي، بس المخرج كنت قلقان، المخرج ما عرفوش. فكلمته بمنتهى الصراحه وقلت له اتمنى التجربه تكون حلوه، بس انا خايف اخش معاك يعني، اتمنى تطلع بالشكل اللي انت متخيله، بس بصراحه انا خايف، واعتذرت. لكن مع بيتر كان جزء من الهيستوري اللي بيننا والثقه دي، انه انا مش خايف انه اخد التجربه دي مع بيتر. انا وبيتر كنا خايفين ازاي الجمهور هيستقبل ده، من غير ما يفتكر انه والله انت يعني يطلع يقولك لما مامتك تعملك ايرون مان في البيت. ايوه. فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين انه ده يتصدق، انه ده سوبر هيرو، او فكره السوبر هيرو دي حقيقيه، تتصدقها، تتصدق الحكايه. مهندس الميكاترونكس بيحاول يوصل لطريقه تفكير البشر. تفكر انك هتغير الكون؟ المشكله اللي بتكون في الموضوع ده انك لما تدخل على منطقه جديده زي كده، المشاهد العربي ممكن يدخل على فيلم لمارفل ولا دي سي ويصدق اي حاجه على طول من غير ما تقدم، ويطلع متاثر جدا، ما عندك، مش محتاج كل المقدمات دي، لانه انت باني هيستوري من زمان بالفكره الكوميكس والسوبر هيروز، فهو داخل هيشتري منك اي فكره. لكن المشاهد العربي لما تدخله في المنطقه دي، فانت محتاج كم من التبرير ياخد جزء من حكايه الفيلم عشان يبتدي يقولك اوكي طب انا مصدقك انه ده عندنا. صح. الجرأة دي، المغامرة دي هي اللي خاضها بيتر في موسى، لانه هو قال انا هقعد شوية افهم الناس انه الراجل ده وهو ميكاترونكس وقدر يعمل الموسى ده، وان ذن موسى استغله في الريفنج بالطريقة دي. فالمغامرة دي كانت يعني صعبة يعني، هي تبدو كده بس هي صعبة جدا، صعبة في بناء الحكاية. طبعا. فخدنا أنا وبيتر التجربة مع بعض، وكنا طول الوقت عندنا كل الأفكار الكويسة والوحشة، فكرة إنه ماذا لو وماذا لو. صح. بس أبدا ما كانش عندي خوف من فكرة التجربة. الحمد لله التجربة يعني أنا شفت صداها، وأعتقد إنه هي فتحت. احنا هنتكلم عن الدكتور بقى، عايزين نشوف الدكتور كان ايه. بس اشرب القهوه وهوديك مكان نقعد فيه حلو قوي ونكمل كلامنا. يلا. في المرحله اللي اشتغلنا فيها جواب اعتقال، انا كنا بنصور في مكان، المكان قفل لما تعرف عارفه انه محمد رمضان في المكان.
الفقره دي هتبقى صح وغلط. صح وغلط؟ أوكي. انا هسالك أوكي. الاسئله بصيغه ثنائيات. اوكي. وانت هتقول لي صح ولا وغلط. اوكي. عايز تتكلم عن السؤال اتكلم، مش ماشي. عايز براحتك. تمام. هي الاسئله تقيله شويه بس انت هتقول صح او غلط. اوكي. وحيد حامد اعظم سيناريست في تاريخ الفن المصري ومش هيتكرر تاني، صح ولا غلط؟ صح. صح جدا. اي فكره انه اعظم طبعا، في اسماء مهمه طبعا في 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 كتابه السيناريو والقصه بس يعني وحيد حامد الله يرحمه، انا بالنسبه لي هو طلع من منطقه السيناريست والمؤلف، هو مفكر، هو مفكر وصاحب وجهه نظر وعنده مشروع كان في كذا منطقه في المجتمع والفكريه، ومن غير ما نتطرق ليها مفهومه يعني. تمام. فطبعا هو من اهم المفكرين في اللي موجودين في صناعه السينما. استفدت منه في الجامعه جدا جدا، مجرد انك انت تشتغل مشروع تأليف وحيد حامد فأنت بتستفيد. طبعا. يعني فأنت بتستفيد يعني فكرة أن الممثل يكون عنده في السي في مشروع تأليف وحيد حامد طبعاً. أعتقد طبعاً. دي حاجة عظيمة. أنا متحاصر يا عبد العزيز، أنا لوحدي خالص. ما هو لازم تلاقي حل مع الحكومة. اللي عاوزاه الحكومة أنا ما أقدرش أعمله. عاوزين نرشد عن التنظيم السري وأماكن تخزين الأسلحة، وأنا لو عملت كده هيقتلوني. لما دخلت تجربة مسلسل الجماعة ما قلقتش على نفسك في حياتك الشخصية؟ أكيد أكيد يعني أكيد في لحظة من اللحظات قلقت، بس ترددت في أن أنت تخوض؟ مش ترددت، لأنه مشروعي برضه يعني من الحاجات اللي أنا عايز أتكلم فيها. يعني كان في قبل ما يتعرض عليا بشخصية حسن البنا، انا كنت دايما بقول انا من الشخصيات اللي نفسي اعملها واحد من الحسنين، يا حسن البنا يا حسن الصباح اللي هو بتاع الحشاشين. ايوه. ففضل لي حسن واحد راح حسن وفضل حسن، لانه انا صياغه الفكر الاسلام السياسي والفكر وبدايه الفكر التطرف وفكر فكرة التصنيف يعني كل الفكرة اللي احنا عانينا منها بقالنا الحمد لله يعني خلصنا منها، بس بقالنا سنين بنعاني نتاجة الفكر الاستغلال لفكرة الاسم الدين في صناعة التوجه السياسي ده في بداية من حسن البنا، والقبل كده اللي هو الفكر الاغتيال وفكرة الاغتيالات والاساسنز كلهم من الحشاشين. فأنا ما خفتش لأنه أنا نفسي أتكلم عن الموضوع ده، فلقيت المشروع موجود واللي بيكتبه وحيد حامد واللي بيخرجه محمد ياسين، فهو متوفر له كل العناصر اللي هي تقول انه ده مشروع مهم جدا، والحمد لله حصل. فطبعا لا ما كنتش عارف هتكون ردة الفعل والهجوم هيكون شكله ازاي، وطبعا كان الهجوم اكتر على استاذ وحيد حامد. اوكي. وخصوصا انه المرحله دي كانت الامور مبهمه، مش مفهوم العالم ده بيتحرك ازاي. فلما طلعوا لما طلعوا على وجه الناس قال لا عندكم حق، يعني ده انتوا لسه يعني ايه مخففين الدوز كمان. يعني نروح السؤال اللي بعده. جاهز؟ صح ولا غلط؟ صح وغلط. حاولت انسيك. طيب، محمد رمضان يمتلك جمهور ساحق ومفيش فنان قدر يوصل له، صح ولا غلط؟ هجاوب على الشق الاول في لا صح، لانه هو يعني يمتلك جمهور، وانا شفت ده بعيني يعني في كذا مكان يمتلك جمهور. في مرحله اللي اشتغلنا فيها جواب اعتقال، انا كنا بنصور في مكان، المكان قفل لما عرفوا انه محمد رمضان في المكان. مفيش حد يمتلك ده، انا مش مع الفكره دي يعني. لا، كل ممثل او كل فنان ليه جمهور، ليه الجمهور اللي هو حاب يوصل. مظبوط. يعني فكره انك انت تكون للكل دي اعتقد مش متحققه في العالم. أوكي. بس هو عنده جمهوره اكيد، وهو عنده نجاحاته وعنده طريقته حاله. واقول لك على حاجه محمد، انا ما بحبش اقيم حد. يعني انا مش قادر اقيم، مش تقييم طبعا، يعني انا مش قادر اقيم نفسي. كل حد له طريقته، كل حد له نجاحه، كاركتر بتاعه. هو محمد رمضان ناجح، اكيد ناجح. اكيد ناجح. انتوا عايزين تقولوا لنا انكم مش خايفين ولا امامكم دموع؟ كل اللي بتعملوه ده حلاوه روح، زي لما تقتل بورس ويفضل دلو يتحرك. البلد دي فيها خير واجناد الارض، مش هتعرفوا توقعوها.
البلد دي مذكوره في القران. تقدر تقول لي يا باشا مذكوره في القران كم مره؟ نروح للسؤال اللي بعده. بيتر ميمي مخرج متطور صاحب رساله استثنائيه للفن في العالم العربي كله، صح ولا غلط؟ صح صح صح. ليه؟ نتيجة تجربتي مع بيتر ميمي، مش بتكلم عن الفكره من بره، انا بشوف بالاخص الفيلم موسى، من تجربتي من كازابلانكا لموسى للاختيار واحد، كنا في حاجه بسيطه، للاختيار اثنين، للمشاريع اللي بنتكلم فيها طول الوقت. بيتر ميمي اعتقد لسه ما ظهرش اللي عنده. يعني المشاريع اللي بنتكلم فيها انا وبيتر، هتفهم بيتر قد ايه هو بيبحث دائما عن التحدي وبيطور قدراته بشكل كبير. ومن المخرجين اللي لما تشتغل قدام الكاميرا بتاعته انت واثق ان هو شايفك كويس، ودي ثقه الممثل طبعا بفكره انه انت شايفني مش مستهلكني، انا مش هقعد افكر في اي حسابات تانية، انت انا همثل بس. خلصان حلو، بس دي احلى. حط فلوس الحاجه رشيد يا ابني، مش لعبنا عليها والورق ورقك وخسرت. مش هينفع رشيد، فكر فيها هتلاقيها تنفع. بلدي اول حركه دي يا شوف، انا مع محمد ياسين مثلا ما بفكرش في حاجه غير التمثيل. سايب نفسك؟ لا يا، هو مش سايبني افكر في حاجه تانية، مش هقلق في اي حاجه تانية، هو بس مثل، انا مش عايز منك حاجه تانية بس، مش انا بس، كل الممثلين. وبيتر بيحقق الحاله دي مع الممثلين، ما تفكرش مثل بس. حبيتي انت ده ردي، افتح يا ضحيه، بقول لك افتح، اقسم بالله لو ما فتحتيش الباب لكسر الباب واخش بالعافيه. انت سامعه؟ افتح بقول لك. ما بقاش ينفع. معقولة هتسيبيني على الباب زي الأغراب؟ اسمه نصيب، كل حاجة اسمه نصيب. ده مش اسمه نصيب، ده جنان، وانت عارفة. بعدين لو كنت زعلتك في حاجة حقك عليا، احنا بقالنا 7 سنين نتخانق، اشمعنى دلوقتي؟ أنا تعبت، تعبت يا طارق. أنا عارفة إن أنا المفروض كنت أقولك. لو جبريل هو اللي قال لي ما كنتش هصدق. بلاش فضايح، قلت لك مش هينفع. انت صدقت نفسك ولا ايه؟ من امتى بيتقفل عليك باب يا توح؟ نروح السؤال اللي بعده. شايف الاسئله حلوه ايه ماشيه تمام زي الفل، اصحاب. طيب تمام، انا بكلمك دلوقتي بصيغه اياد. اوكي، مش هقبل اعمل دور تاريخي الا بشروط معينه. صح صح صح. ليه؟ لانه التاريخي من اخطر الاعمال في التنفيذ، يعني محتاج مش بس برودكشن بمعنى الفلوس، محتاج وعي معين في تنفيذ المشاريع دي. واللي بيدخل المادة التاريخية يقدمها في التلفزيون أو السينما هو مش داخل متحف. يعني هو مش داخل يستعرض لك في هذه الحقبة التاريخية كانوا بيلبسوا كده وبيتكلموا كده وبيأكلوا كده، هو داخل بوجهة نظر. فأي حاجة أنت هتدخل على مادة تاريخية ويجي لي مشروع في مادة تاريخية، لازم أفهم إيه اللي ورا الموضوع ده، يعني لازم افهم هل في سم في العسل ولا المشروع بيتسق معايا مع افكاري، فايه المشروع وايه اللي وراه. فالموضوع التاريخي بالنسبه لي حساس. السؤال اللي بعده، كنت مؤيد لوقف مسلسل الملك اللي جسده عمرو يوسف في شخصيه احمس طارد الاكسوس بسبب الاخطاء التاريخيه اللي موجوده في السيناريو، صح ولا غلط؟ مش صح ومش غلط. صح ان انا كنت مؤيد لفكره انه كنت حاب اشوف مشروع عن الفراعنه، وحاب المشروع ده وكنت متحمس جدا، وحسين منباوي مخرج مهم، وعمرو ممثل متطور ومجتهد، وكنت متحمس لانجاز الموضوع انه يكون موجود، وكنت شايف انه طب ما نشوف الموضوع. لكن لا انكر جهلي بالتفاصيل الفرعونيه، مش مطلع على الموضوع بشكل أيوه. انا ما عنديش معرفه، او ما كانش عندي معرفه. فلقيت الكلام بيتكلم انه لا، والدقن والتفاصيل واللبس وكده، فانا قلت دي منطقه ما اقدرش، يعني هي مش عند. انا كتبت اايد وانه انا مستني اشوف الموضوع وكده، وحصل بيان واعترضت على البيان قبل ما يطلع، وابديت يعني اصحابي اللي كانوا قلت لهم يا جماعه ده مش بيان صح، وابديت اعتراضي يعني بجروب وكده. لكن اللي حصل انه انا
عايز اشوف الموضوع. انا كنت متمني اشوف المشروع ده يعني انا حابب اشوف. كلنا كنا فعلا على فكره كنا مستنيين، لكن اكيد مش هحب اشوف مشروع مش مكتمل. فشفت الناس متخصصه بتتكلم في التفاصيل، انا ما عنديش درايه عنها فسكت بصراحه، لكن انا لازلت متمني ان اشوف المشروع ده بالصوره اللي احنا حابين او الناس حابه تشوفها. استاذنك هلبس النظاره لان انا مش عارف اشوف بقيه الاسئله. طب كويس، انا كان لازم اسرع النظاره. انت كنت مش عايز تلبس النظاره عشان ما اسال. طيب السؤال اللي جاي بقى مهم قوي، الزوجه العربيه هي افضل زوجه في العالم كله، ده صح ولا غلط من وجهه نظرك؟ انا مش مع نظريات التعميم. انا مش مع نظريات، انا اقدر اقول لك انه انا يعني زوجتي احسن زوجه في العالم. ربنا يخليك. طيب السؤال اللي بعده، بنتي إيثار هرفض دخولها الوسط الفني، صح ولا غلط؟ لا خالص. هتسيبها براحتها تختار؟ بصي اختارت خلاص. هتمثل؟ لا لا لا. هي في الجامعة دلوقتي أول سنة وسايكولوجي. فهي اختارت انها تعالجنا كلنا. هي اختارت سايكولوجي، بس لو في لحظة اختارت ده أنا ما كانش عندي مشكلة. يعني هي لو جت مثلا حبت الموضوع قلت لك بعد كده أنا عايز أمثل، يعني مفيش مشكله هحاول اوصلها. اللي انا اللي عندي من خبره اللي هو احاول اقلل عليها كميه المعاناه اللي ممكن تعانيها، انما ده اختيارها اكيد. بقول لك ايه، معانا شهر بحاله، اي حاجه نفسك تعمليها هعملها لك، اي حته في مصر وحشاكي هنروحها، وممكن نعمل بارتيز ونجيب كل اصحابك اللي وحشينك، ايه رايك؟ انت اكتر واحد وحشني، انا عايز افضل معاك اكتر. انا كنت برفض محاكمه المتحرشين وتحويلهم للجنايات، ممكن ندخلهم مستشفى الامراض النفسيه للعلاج، صح ولا غلط؟ كتبت انت بوست في الموضوع ده على فكره. طبعا غلط. لا انا طبعا مع محاكمه المتحرش ده. المتحرش انسان مش فاهم، مش فاهم غريزته الاساسيه، يعني مش فاهم ازاي يتعامل مع غريزته، ده نقص نفسي طبعا. طبعا محتاج علاج، بس بعد العقاب وبعد التربيه. دي آفة، يعني دي آفة طبعا. احنا نقف في وشها، محتاج يتعالج بعد العقاب، لازم يتعالج طبعا، لازم يتعالج. يعني طبعا ده مرض نفسي، انت مش فاهم انت متعتك عامله ازاي، لانه يعني انت ما بتحققش اي متعه غير الاذى، انت حابب تاذي. صح. انت شخص حابب تاذي، حابب تسيطر، فده مرض. ده مرض. انا مع كل انا قلبا وقالبا مع كل بنت بترفع الموبايل وتصور، مع كل بنت بتعترض، وكل بنت بتقول لا وبتقف وما بتسمعش الكلام، خلاص سيبيه وخلاص مش عارف ايه، ولا تقف مع حقها. انا كل ولو لو 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 بنتي تعرضت لكده لا سمح الله هقف معاها واخليها تعمل كده تكمل. وكل ست لازم تكون عندها القوه، لان انا مش كائن ضعيف مستباح للدرجه دي انه فكره انك انت تمد ايدك ولا تتحرش بكلمه كده. مين اداك الحق؟ مين اداك الحق؟ ومين اداك الحق انك انت تتعامل كده وبعدين تحط لي مصنفات الحلوى مش عارف ايه والحلوى، وانت في الاخر مش سوري هو يعني مش مفرق، مش مفرق، بتحاكمني الموضوع اخلاقيا، يعني انت بتلبسني الموضوع انك بتحاكم الطرف الثاني اخلاقيا وانت منعدم الاخلاق اساسا. فدي انا الموضوع ده بيستفزني بتعصب قوي. طيب احنا كده خلصنا اسئله صح وغلط. اوكي اشرب قهوتك. نمسك موبايلاتنا وهنشوف الاسئله بتاعت الجمهور وهنقولها باسم كل شخص. اكيد في حاجه اكشن، بس انا بحب الاكشن يكون في السينما اكتر من التلفزيون. كان في هزار في فكره لما عملت ضابط اسرائيل ما تنزلش من البيت. أيوة. وكنت مبسوط بالتعليقات دي، بالعكس يعني هو فيلم اتعمل ايطالي واتعمل منه نسخ في كل العالم، فالنسخه العربيه كنا فيها انا فاستمتعت جدا بالشغل معاه، فدايما بستمتع مع منى. ماشي. انا في سؤال عجبني الكلام على ايه يا نجم، مفيش واحده رشيد تاني كازابلانكا. انا بعشق رشيد. وخلينا اقول لك على حكايه رشيد، لا ان شاء الله في كازابلانكا، بس يعني لسه مش عارف. انا مش عايزك تبقى دبلوماسي. انا مش احمد عز يعني، انا ازاي يعني. لا انت بطل ونجم قد الدنيا يعني، بس ما شاء الله وجان وفي فرق طول اصلا. هنروح لاخر فقره وهي الفقره الصادمه. إيه؟ لا لما نتغدى بقى، عشان بعد ما نتغدى لما ما سبتش نفسك.
مساء الخير، انا دكتور اسراء السعيد، مبسوطه ان انا في الموسم الثاني لتوب تريندينج، ومبسوطه ان انا اكون على قناه 10. ان شاء الله البرنامج يعجبكم. البرنامج دوت هيكون فيه معلومات جميله جدا، والهدف الرئيسي بتاعه ان احنا نكسر الحاجز ما بين دكتور الاسنان واصحابه، مش المرضى بتوعه، عشان انا اللي بيقولي هم اصحابي مش مرضى عندي. اول حاجه بتخوف الناس هو ان يلاقي الصديق حد يرد على اسئلته، عشان كده عاملين فقره اسمها اسال دكتور اسراء. الفقره ديت ابعتولي على السوشيال ميديا بتاع قناه 10 او على السوشيال ميديا بتاعتي سواء فيسبوك او انستغرام او تيك توك، وابعتوا الاسئله وهقدر باذن الله ان انا ارد على كل الاسئله ديت، سواء بعتوها على السوشيال ميديا بتاعت قناه 10 او عندي. وان شاء الله نوصل في اخر السيزون دوت ان البرنامج دوت حبب الناس في طبيب الاسنان، ما خلهمش خايفين وما خلهمش دايما قلقانين من زياره دكتور الاسنان، لان هي فعلا زياره جميله مش زياره مخيفه. اكتر حاجات بتضايق المريض عموما لو هو رايح لدكتور الاسنان هو حقنه البنج. دلوقتي انا حابه ان اقول ايه هي احدث حاجات او احدث اجهزه او تكنولوجي موجوده عندي في المركز بتعالج كل المخاوف بتاع مريض الاسنان او اللي عنده مشاكل في اسنانه. من اول حقنه البنج، في حقن دلوقتي حديثه ما بتحسسي المريض خالص بالشكه بتاعه الابره. الخوف الكبير من حشو العصب ان دواء بياخد عدد زيارات كبيره وان هو بيكون مؤلم وان لازم اللي يعمل علاج عصب يكون فعلا تعبان ويكون يعني في وضع صعب، وهو نازل يروح دكتور الاسنان الناس تقول له يا حرام هتعمل علاج عصب. احنا لازم ننهي كل المعتقدات الخاطئه ديت ونشيل كل الحواجز المخيفه. دلوقتي بنقدر ان احنا نعمل علاج العصب في منتهى السهولة والبساطة لمعظم الناس في جلسة واحدة. بعض الحالات بنطول لجلستين لو عندنا حاجة يعني مضلعة شوية، او عندنا حاجة بتنزل من الدرس، او عندنا وضع او بعض الاوضاع ممكن نزود لجلستين، بس ما هماش 10 و15 والكلام اللي انا بسمعه من بعض اصدقائي ده. وكمان في حاجة، احنا لو اتكلمنا على ايه اللي بيخلي الناس تتألم او بتخاف من علاج العصب غير الزيارات، هو الألم اللي بعد علاج العصب وان هو بعد فترة بيرجع يكرره تاني. الموضوع دوت احنا بالتكنولوجيا الحديثة قفلنا الكلام في المواضيع دي خالص، بان احنا من قبل ما المريض يدخل بنعمل له اشعة مقطعية، بنشوف عدد الاعصاب اللي موجودة في الضرس دوت، بنقدر ان احنا نشيل العصب دوت باجهزة حديثة كمبيوترايزد، بنقرأ طول العصب برضو باجهزة حديثة بالكمبيوتر ديجيتال، يعني بنصور الضرس بحساسات كمبيوترايزد برضو بيظهر لك كل حاجة على اللابتوب والدكتور شغال. ده بيخلي الأمور دقيقة جدا، بيخلي النتائج أحسن، بيخليك ما ترجعش تاني تكرر علاج الجذور ولا تتألم فترات طويلة. الموضوع فعلا فرق كتير بالتكنولوجي. طبعا بالنسبة للزراعة التكنولوجي فرق فيها كتير جدا. قبل كده كنا بندخل نعمل زراعة بأشعة بانوراما بسيطة أو بأشعة صغيرة، ما كانتش بتبقى مبينة لنا المخاطر، فكان اللي بيدخل يعمل زراعة بيقابل مشاكل، ممكن يقعد فترة طويلة في العملية، ممكن يحصل مشكلة في الحاجز الأنفي أو في قاع الأنف، ممكن يكون عنده تنميل في شفته أو في لسانه، ممكن يمر بمراحل مش جميلة لأنها مش محسوبة. ليه مش محسوبة؟ لأن إحنا ما ابتديناش بأشعة مقطعية من فترة يعني الأشعة المقطعية يعني لغت معتقدات وآلام كتيرة ومشاكل ممكن المريض يمر بيها وهو بيعمل زراعة، فبيبقى خايف وهو رايح للطبيب الأسنان. دلوقتي الخوف ده ما بقالهوش مكان، ده زائد إن دلوقتي كمان بقينا ممكن نخرج المريض بتركيبة ثابتة في سنانه أو على الزرعات يطلع بشكل أسنان كامل بدون مشاكل. قبل كده ما كانش فيه التكنولوجي اللي يساعدنا على إن احنا نعمل الخطوة دي، فالموضوع ده قلل كتير الرعب اللي المريض بيشوفه والخوف والسمع للناس قد إيه هم تألموا لما راحوا وعملوا زراعة. دلوقتي التكنولوجي الحديثة لغى الموضوع ده تماماً.
بالنسبة للأشعات عموما برضو التكنولوجي غير الكلام دوت خالص، ما بقيناش نصور بانوراما، بقينا نصور أشعة مقطعية علشان نشوف البعد الثالث والعمق اللي موجود في العظم، نقدر نعمل تريسينج أو نشوف الممر بتاع العصب أو مكان الأعصاب ومكان الحاجز الأنفي، نقدر نشوف إحنا مسافة قد إيه وإيه المشاكل اللي هتقابلنا وإحنا شغالين، فنقدر نستبعدها بالأشعة المقطعية. برضو من الحاجات اللي بتخوف الناس قوي هو مقاسات الأسنان وقد إيه العجينة اللي بتتحط في فم المريض بتبقى مزعجة جدا، وقد إيه الخطوة دي بتبقى مش مريحة بالنسبة للمريض. دلوقتي برضو لغيناها، بقينا نعمل التصوير دوت، بنعمل له سكان بالكمبيوتر أو بمكنة كمبيوترايزد، المكنة ديت بتصور فم المريض وتطلعه على كمبيوتر، نقدر نشتغل عليه كأن احنا بالضبط عاملين مقاس وصبينه جبس وبنشتغل عليه كأن دوت المقاس الجبس الطبيعي اللي الناس بتشتغل عليه أو الناس اللي مش شغالة بالتكنولوجيز دي بتشتغل عليه، كأننا شغالين عليه بس على الكمبيوتر. برضو من المشاكل اللي بتخوف الناس ان انا بروح اعمل طربوش ارجع بعد كده الطربوش دوت يبقى عامل لي مشاكل، بيدخل اكل ضاغط على اللسة. دلوقتي الكلام ده برضو بالتكنولوجيز الحديثة ما بقاش موجود لسبب، لان كل حاجة بتتعمل على الكمبيوتر، بيبقى قدامي فم المريض، انا بحط الطربوش في فم المريض التخيلي اللي على الكمبيوتر، بقدر ان انا انفذ الطربوش واحطه في فم المريض واشوف لو في مشكلة هتقابله، وانا على طول ابعد عن المشكلة دي بحيث المريض لما ياخد الطربوش ياخده جاهز مظبوط معمول له proper setting ما فيهوش مشكلة. برضو من المخاوف المشهورة جدا اللي انا بسمعها كل يوم هي ضرس العقل، الشبح اللي اسمه ضرس العقل. ضرس العقل برضو من المعتقدات التراثية اللي موجودة عندنا ان اللي رايح يخلع ضرس العقل دوت الناس بتوسيه وهو رايح وتوسيه وهو راجع. دلوقتي ضرس العقل ما بقاش موضوع كبير لهذه الدرجة خالص. دلوقتي درس او كان الناس بتخاف من ايه؟ بتخاف ان هي لما بتخلع درس العقل بتقولي الدكتور قاعد يشتغل كذا ساعة وانا نزفت وانا اتألمت وانا ورمت وانا طلعت شفتي ورمة وطلعت لساني معوج وطلعت. المشاكل دي كلها بتحصل ليه؟ بتحصل علشان الدكتور اللي اشتغل ما معهوش اشعة مقطعية، ما بتبين لهوش اقرب عصب لدرس العقل ايه، ما بتبين لهوش زاوية ميله في العظم الحقيقية ايه، ما بتبين لهوش هو محتاج يدخل للعصب او محتاج يدخل للدرس ده بتكنيك شكله ايه علشان يقدر يطلعه من غير مشاكل. خلع درس العقل دوت حاجة زي لعبة الشطرنج، محتاج ان انت تفكر ازاي توصل للملك من غير ما تخسر كل الوزراء والعساكر والحاجات بتاعة الشطرنج دي كلها، لازم تفكر ازاي تتارجته صح في اقصر وقت. لازم تشوف اقرب عصب، هنشيل كمية عظم قد ايه، هندخل بتكنيك شكله ايه. الكلام ده كله علشان نعمل الخطة المحكمة دي محتاجين ان يكون معنا اشعة مقطعية. الاشعة المقطعية دي سهلت كتير، بقينا ندخل نفتح بالتكنيك المتفق عليه او اللي انا ببقى شايفة ان هو دوت مناسب والدكتور السبيشاليست او المتخصص بيمشي على البلان بتاعتي، بيدخل يطبق التكنيك بيشيل ضرس العقل بدون اي مشاكل، لان في بلان واضحه، في تكنيك، في خطه، مش بنفتح ونكسر ونجرب ازاي نطلعه زي زمان. ده الفرق اللي التكنولوجي قدمه في خلع ضرس العقل. اخر مشكله الناس كلها بتتكلم فيها وكل الناس متاكده ان هي دلوقتي في دماغكم، زياره طبيب الاسنان والتكاليف الشديده. طيب الموضوع دوت باذن الله انا تخلصت منه بنسبة كبيرة في المركز المتواضع بتاعي. عملنا حاجة اسمها لوياليتي كارد، يعني زي كارت تأميني ظريف جدا، بندفع مبلغ بسيط في السنة، بتاخد قدام المبلغ دي خدمات بتعدي 3 أضعاف المبلغ ده بالتقريب. الموضوع دوت بيفيد تقريبا كل الناس، يعني في كارد معين للناس اللي ما عندهاش مشاكل في اسنانها ومحتاجه بس تنظيف اسنان ومحتاجه مينتيننس لاسنانها ومحافظه عليها. في كارد تاني بيتعمل للناس اللي عندها تسوس كتير وسنان عايزه تتعمل علاج عصب وطرابيش والكلام ده. في كارد تالت ده بيتعمل للناس اللي عندهم زراعه، عندهم اضافه عظم او تدعيم عظم، عندهم شغل كتير بارقام كبيره، ده بياخدوا اوفرز عاليه جدا. الكاردز ده او الكاردز ديت وفرت كتير على المريض وقللت التكلفه عليه كتير، وكل ده معمول ليه؟ علشان
الناس تحب زيارة طبيب الأسنان وما تشيلش الهم، لأن طول ما أنتوا مبسوطين ومش شايلين الهم أكيد أنا هكون مبسوطة ومش شايلة الهم بتاع الناس. أنا متصورة إن في مشاكل أكتر من كده الناس بتخاف منها، بس ممكن نتكلم عليها في حلقات تانية وهستفيد معاكم أكتر وأكتر. بس أنتوا برضو وجهوني أنتوا حابين إيه وحابين أنا أقول أو أرد على أسئلة شكلها إيه، بحيث إن إحنا نكون كلنا أصحاب وكلنا مبسوطين، وأنتوا لما تبقوا مبسوطين ورديت على أسئلتكم أكيد هتكونوا مطمئنين وهتحبوا زيارة طبيب الأسنان، وده الهدف من وجودي في البرنامج ده.